السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اليوم غادي نتكلموا على الشفعة بدم الشين مع البروفيسور محمد جمال معتوخ، مواضيع من المواضيع المهمة في وقتنا الحاضر، وخاصة أن كثيرا من المنازعات تقوم بين الجيران والأقارب لأن واحد ما تيسيق الخبر أنه تيبيع. شنو هي الشفعة بروفيسور محمد جمال معتوخ؟ طيب، هو حق من الحقوق العينية اللي كتعطى لواحد الإنسان اللي تيكون شريك في عقار، في ملك، في حق عيني. نبسط أكثر شي شوية. كاين واحد العقار تيكونوا كيملكوه 4 ديال الناس او 5 او 20 او 60، غالبا تيكون مثلا ورثه. اذا مات باهم كان بوحدو الارض ديالو، مات هو بقى ولادو كيتسموا مالكين على الشياع. ما معنى الشياع؟ يعني كل واحد عنده الحصه ديالو، حنا عارفين الحصه ديالو بالشرع للذكر مثل حظ الانثيين، ولكن فين هي هاد الارض ديالو، الحصه في هاد الارض كلها ما عارفينهاش. متفقين؟ متفقين. اذا ملي كيجي شي واحد منهم بغى يبيع الاجنبي، هذاك اللي كيبقى تما كشريك ولا الشركاء من حقهم يمارسوا حق الشفعه. شنو هو حق الشفعه؟ هو انه ما كيخليوش الاجنبي يدخل لهذاك العقار. اذن كيشفعوا. ما معنى كيشفعوا؟ كيعبروا لهذاك السيد اللي شرى، تيقول له سيدي داك الارض اللي شريتي ديال واحد الشريك معايا على الشياع، انا راني بغيت نرد داك الارض ديالو، ما بغينا سيدي يدخل معنا حد براني. يعني تقدر تكون مرات يعني هذا البيع والشراء تقام يعني وقع. لا، كيتباع. العمليه فاتت ومشينا عند الموثق ولا مشينا عند العدول ولا مشينا عند المحامي ودارنا العقد ومشينا بالنسبه للعقارات المحفظه حفظناه. اذا ملي كيتحفظ عاد مول الارض اللي هو شريك على الشياع مفروض فيه يسيق الخبر. هذا يعني بان السيد اللي باع النهار الاول من حقه انه يبيع. لا، ما يبيعش، هو خلسة هارب وبحال كيسرق. تيبيع. هذاك السيد اللي كيشري خاصو يخبر هذوك الشركاء اللي بقاو برساله مع الاشعار بالتوصل اللي خاصو يبلغها للشريك شخصيا. تيقول له سيدي راني شريت حصه ديال فلان اللي معاكم على الشياع، ودابا ها بشحال شريتها، ها الثمن وها المصاريف، واش كتأذنوا لي؟ إذا بغيتي تاخذ الأرض تردها مرحبا، إذا ما خديتيهاش وده الشهر من تاريخ باش بلغتك كان سبحان مالك. واخا فاش نبغي نمشيو نشوف شي أرض دائما تتنصحنا زولنا خصنا نسقسيو عليها ونشوفوا شنو يعني الدوسي ديالها كامل، خصنا نتأكدوا بأن كاينين الناس اللي يقدروا يشفعوا. أكيد. مثلا دابا بالأسئلة ديالك ما كنتبعش الأمور بواحد بالقاعدة. علاش؟ حيت الأسئلة ديالك واقعية وفيها مشاكل، يعني عندها علاقة مع داك الشيء اللي عاد قلتي. عندها مشاكل طبعا، أكيد كيكون واحد الخيط اللي كيربط بيناتهم. إذن غير باش نرجع، إذن احنا بعنا، شنو هي الشروط باش تحقق الشفعة، باش يمكن لك تشفع؟ شكون هو اللي يمكن له يشفع؟ خصك تكون كتملك في الشياع، على الشياع. خصك تكون كتملك التاريخ باش تملكتي أنت قبل التاريخ باش فلان باع. أكيد، منطقي. ثالثا خص تكون عندك حيازه فعليه او قانونيه، ماشي ارض عندك مدابز عليها ما كتحيوزها ما محيزها، لا قانونيه لا فعليه، وكتقول غادي نشفع، لا راه ما عندكش استفاد المالك. اذا الحيازه فعليه او قانونيه، واخيرا الشرط هو انه ما يكون خصو البيع يكون بعوض. ما معنى بعوض؟ يعني ما يكونش هذاك السيد اللي معك شريك اعطى هبه ولا صدق، حيت ما كاينش الشفعه في الهبه ولا الصدقه. خص لازم يكون بعد مثلا شي واحد معاك بغى باك انت ما بغاتكش تشفعي مثلا، كيقول لك انا حقا هاد الارض ما بعتهاش لفلان، راني وهبتها له، درت هبه اولا صدقتها. الهبه اللي غنتكلموا عليها الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. اذا انت الا ثبتتي بان لا كاين عوض، راه خدا هذاك الشيك، تتلغي ديك الهبه وكتطلب انك تمارس حق الشفعه ديالك، حيت الشفعه خصها تكون فيها البيع، يكون عوض. كيفاش نمارسوا حق الشفعه؟ كيفاش كنمارسوا حق الشفعه؟ سقت الاخبار بانني بان فلان باع. تمشي اولا كيفاش نسيق الخبر؟ كاين بزاف ديال الطرق. الا كان العقار محفظ راه تيخصني ساعه ساعه نضربك في هاد الناس، كنقول للناس دابا اللي كيسمعوني اللي كيشوفوني، اللي عنده شي عقار محفظ الله يجازيكم بخير، ساعه ساعه سيروا للمحافظه خذوا شهاده الملكيه باش تعرفوا العقار ديالكم واش في امان الله وحفظه. اذا ملي كنمشي نضرب الفقد في المحافظه العقاريه تلقى بينا واحد السيد دخل معايا، حنا بينا 50 على الشياع، ناس 60 هكتار و50 على الشياع، ما كنعرفش انا واش باع شي واحد ولا ما باعش، ما كنسيقش اخبار. وكل شيء اللي ساكن على برا، اللي في بلد اجنبي، اللي في الدار البيضاء، اللي في فاس، اللي ورزازات، مراكش، طنجه، وحنا الارض في الاحياء راه في الباديه ما كنعرفوش. اذا ملي كنمشي للمحافظه تلقى شي واحد دخل بعقد جديد شرى، فوقاش السيد شرى، كنشوف العقد كنلقى فوقاش توضع، عندي التاريخ اللي توضع ذاك الملف عندي من تما، فاش تقيد في المحافظه العقاريه عندي عام.
أجل ديال العام. إذا فاتني الأجل ديال العام إذن دخل هذاك السيد معايا ما بقى لي ما نشفع. الأجل الثاني ديال الشهر اللي قبل من عام هو أنني لا أنا ملي تنشري أنا براني تنصيفك رسالة لهذوك المالكين على الشيعة كنصيفكم رسالة كلهم تنقول لهم أنا راني شريت. إذن من تاريخ تبليغ توصل كي كنحسبوا شهر. إذا دا الشهر صبحت مالك معاهم إذا ما مارسوش حق الشفعة ديالهم. بالنسبة للعقارات الغير محفظة من عام من تاريخ العلم بالبيع حيت المحفظه غير محفظه ما كاينش في المحافظه ما كاينش اثار ديالها يعني وهذا هو اللي كاين الخطير باش نقول لك الا مشيتي شريتي عقار غير محفظ تيمكن شي واحد يكون حق عنده الحق في الشفعه وانت شريتي فرحان ومشيتي غرستي وبنيتي ودرتي ويخرج لك واحد من الجند حيت عنده اجل ديال عام وتيمكن الاجل وصل حتى 4 سنين باش حيت ما محفظاش حق الشفعه حيت ما محفظاش. اذا هادو هما المفاجات اللي تنقول لك اللي تشري محفظ حسني ما محفظش كتقولي لي علاش نقول لك هالاسباب ولي فيها ما غادي نكتشفوا اسباب اخرى كاين اسباب. اذا كيفاش غادي نمارسوا الشفعه؟ إذن ملي كنصيفط له هذيك الرسالة يا إما كيصرف النظر هذاك السيد يا إما تيجي تيقول لي لا هاك ها فلوسك الثمن زائد المصاريف اللي خسرتي كلهم في هذه الصفقة باش شريتي ها فلوساتك. إذن شنو كنمشي ندير؟ يا إما شي كنصاوبو حبيا بيني وبينه أو كنمشي عند رئيس المحكمة كندير له طلب هو كيعين مفوض قضائي اللي كيصيفط عرض عيني ديال الفلوس تنقول له فلان شرا ها العقد باش شرا وأنا كنعرض عليه ها الفلوس ديالي بالمصاريف بكل شيء الله يخليك عاد صيفط واحد مفوض قضائي اللي كيبلغوا ويعرض عليه عينيا يعني هاد الفلوس تيقول له هاك فلوس الارض ديال فلان راه كيشفع. الى قبل فداك ما قبلش كندوزو للمحكمه وكنديروا دعوه وكتحكمني المحكمه بحق الشفعه ديالي وكناخذ الارض ديالي وهذاك السيد تيخرج. كيمكن هذا الملف يدير 8 شهور كيمكن له يدير عام يمكن له يدير 4 سنين وانا مازال تنعين المحكمه تحكمني حتى كناخذ الارض ديالي. واضح اللي خصنا نكونوا دقيقين فيه جوج ديال الحوايج. اولا الاجل نردوا بالنا مزيان الاجل اللي هو شهر وعام واربع سنين. الحاجه الثانيه هي المصاريف ما نتشطروش من اللي يقول لك في الرساله ديالو عندي شريت ب 77 مليون والمصاريف هي 23 مليون كنزيد 77 على 23 وندير الجمع المجموع وندير له شيك باش ندير عرض عيني ما نقص حتى ريال. اذا كان ريال ناقص المحكمه كتحكم ببطلان العملية ديال الشفعة وكتخلي لذاك السيد ياخذ الأرض إلا فاتك الأجل. واضح جدا. ولاش راهو 4 ديال الناس إلا باع داك السيد الأول وما سقش الأخبار وداك الأول باع لواحد آخر وداك الآخر باع لواحد آخر. واو هنا غنفرقوا بين جوج الحالات العقار محفظ والعقار غير محفظ. إلا كان العقار محفظ كنمشي أي واحد لقيتو تسجل في المحافظة العقارية وحفظ سميتو دخل العقد ديالو تيمكن لي نمارس الشفعة ما بين يديه وكتبطل جميع المعاملات اللي داروا مور هذيك واخا هو يكون باع وهذاك باع وهذاك باع وهذاك باع هذوك كلهم كيمشيو وهذاك اللي مارس انا ضده الشفعه ديالي اللي هو مقيد في المحافظه كنعطيه الفلوس وكناخذ الارض ديالي وكترجع هذاك الشيء كله كيبطل. الا كان غير محفظ تنشوف اي واحد من 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 اللي شراو تيمكن لي نمارس الحق الشفعه ديالي اللي سقط له الخبر عنده حق الشفعه كنمارس حق الشفعه ديالي وكنرد الأرض. الله ينورك بروفيسور محمد جمال معتوق شكرا لك على هذه المعلومات. السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.